صباح الخير يا أعزائي الأطفال، كيف حالكم اليوم؟ أتمنى أن تكونوا بألف خير وبصحة جيدة. اليوم هو يوم الثلاثاء، التاريخ هو 31 من الشهر الثالث عام 2020. الموضوع مراجعة أحرف الفصل الدراسي الثاني. هل أنتم جاهزون؟ هيا نبدأ. أهداف الدرس: ماذا سوف نتعلم اليوم يا أطفال؟ أن يذكر الطفل صوت الحروف التالية ويقرأ الكلمات. الحروف هي حرف العين، حرف الثاء، فاء، صاد، شين، قاف، جيم، ذال، كاف، حاء، هاء. الهدف الثاني أن ينجز الطفل ورقة العمل بالطريقة الصحيحة. هيا يا صغيري، اقرأ صوت الحروف التالية ثم اقرأ الكلمات. ما هذا الحرف يا أطفال؟ وما هو صوته؟ هيا فكروا. أحسنتم، إنه حرف العين، صوته هيا نحاول أن نقرأ هذه الكلمة. عي ن بو، عنبو. الآن ما هذا الحرف يا أطفال؟ وما هو صوته؟ هيا فكروا. أحسنتم، إنه حرف الثاء، صوته هيا نحاول أن نقرأ هذه الكلمة. ثوب، ثوب. الآن ما هذا الحرف يا أطفال؟ وما هو صوته؟ هيا فكروا. أحسنتم، إنه حرف الفاء، صوته ف. هيا نحاول أن نقرأ هذه الكلمة. فيلو، فيلو. الآن ما هذا الحرف يا أطفال؟ وما هو صوته؟ فكروا. أحسنتم، إنه حرف الصاد، صوته ص. هيا نحاول أن نقرأ هذه الكلمة. صاح، صاح. الآن ما هذا الحرف يا أطفال؟ وما هو صوته؟ هيا فكروا. أحسنتم، إنه حرف الشين، صوته ش. هيا نحاول أن نقرأ هذه الكلمة. شرب، شرب. الآن ما هذا الحرف يا أطفال؟ وما هو صوته؟ هيا فكروا. أحسنتم، إنه حرف القاف، صوته ق. هيا نحاول أن نقرأ هذه الكلمة. قا د، قاد. الآن ما هذا الحرف يا أطفال؟ وما هو صوته؟ هيا فكروا. أحسنتم، إنه حرف الجيم، صوته ج. هيا نحاول أن نقرأ هذه الكلمة. ج م ل، جمل. الآن ما هذا الحرف يا أطفال؟ وما هو صوته؟ هيا فكروا. أحسنتم، إنه حرف الذال، صوته ذ. هيا نقرأ، نحاول أن نقرأ هذه الكلمة. ذو ر، ذرة. الآن ما هذا الحرف يا أطفال؟ وما هو صوته؟ هيا فكروا. أحسنتم، إنه حرف الكاف، صوته ك. هيا نقرأ هذه الكلمة. كتاب، كتاب. الآن ما هذا الحرف يا أطفال؟ وما هو صوته؟ هيا فكروا. أحسنتم، إنه حرف الحاء، صوته ح. هيا نحاول أن نقرأ هذه الكلمة. حرس، حرس. أحسنتم، ما هذا الحرف يا أطفال؟ وما هو صوته؟ هيا فكروا. أحسنتم، إنه حرف الهاء، صوته هيا نحاول أن نقرأ هذه الكلمة. هلال، هلال. الآن ننتقل إلى الصفحة الثانية. الآن هيا ننجز ورقة العمل هذه. السؤال الأول: اكتب الحرف مع الحركة المناسبة في الفراغ. الآن ما هذه الصورة يا أطفال؟ إنها صورة حصان. يوجد لدينا ثلاث أشكال.
ح حو حي. ما الشكل الذي سوف نختاره؟ ما الحركة المناسبة؟ هيا فكروا. حي حصان. أحسنتم يا أطفال. الصورة الثانية، ما هذه الصورة؟ إنها كرسي. أيضا يوجد لدينا 3 خيارات، كو ك كي. ما الحركة المناسبة يا أطفال؟ هيا فكروا. أحسنتم، كو كرسي. الصورة الثالثة، ما هذه الصورة يا أطفال؟ إنه ثعلب. أيضا يوجد لدينا 3 خيارات، ث ثي ثو. ما الحركة المناسبة؟ هيا فكروا. أحسنتم، ث ثعلب. السؤال الثاني، اكتب الكلمة المناسبة للصورة. هيا نحاول، ما هذه الصورة؟ شمس. هيا نحاول أن نكتب كلمة شمس. الصورة الثانية، ما هذه الصورة؟ صوص. هيا نحاول أن نكتب كلمة صوص. هذه الصورة، ما هذه يا أطفال؟ إنه قارب. قارب. هيا نحاول أن نكتب كلمة قارب. أحسنتم. الآن أحلل الكلمات التالية. هيا نحاول أن نقرأ الكلمة. جبال. جبال. انظروا هنا على الجيم، حركة الكسرة. جي با، هنا مقطع صوتي طويل. أيضا هنا لو. هيا نحاول أن نحلل الكلمة. جي با لو. جي با لو. الآن الكلمة الثانية، فارس. فارس. أيضا هنا لدينا مقطع صوتي طويل. فا هنا ري على الراء، حرف الراء كسرة، صوت متحرك. وأيضا هنا على السين سكون، يوجد حرف ساكن، انتبهوا. فارس. فارس. أحسنتم يا أطفال. الآن سوف ننتقل إلى الصفحة الثانية. الآن أصل الحرف مع الصورة المناسبة. انظروا، ما هذه الصورة؟ أحسنتم، إنه فيل. إنه فيل. أين أصله؟ إلى أي حرف أصله؟ أحسنتم، أصله إلى حرف الفاء. فيل. ما هذه الصورة؟ شمس. شمس. أين أصله يا أطفال؟ هيا فكروا. أحسنتم، أصله إلى حرف الشين. شمس. ما هذه الصورة؟ إنه قرد. أين أصله؟ إلى أي حرف؟ حرف القاف. أحسنتم، قرد. ما هذه الصورة؟ إنه جمل. أين أصله يا أطفال؟ إلى أي حرف؟ فكروا. أحسنتم، أصله إلى حرف الجيم. جمل. السؤال الثاني، أصل الحركة مع المد المناسب ثم أقرأ. إنه حرف الذال. لنقرأ، نحاول أن نقرأ. هنا على الذال كسرة، ذي. ذي. ما هو المد الطويل المناسب له؟ ذي. هيا حاولوا يا أطفال، ما هو المد المناسب؟ ذي. أحسنتم، ذي. ذي. الآن ذا، هنا على الذال فتحة، ذا. ما المد الطويل المناسب له؟ هيا حاولوا يا أطفال، فكروا. ذا. 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 أحسنتم. الآن ذو. ذو. على الذال ضمة، حركة الضمة. ما المد الطويل المناسب له؟ هيا فكروا. ذو. ذو. أحسنتم يا أطفال. الآن السؤال الثالث، أضع حرف الكاف المناسب حسب موقعه بالكلمة. هنا لدينا 3 أشكال لحرف الكاف.
أتى هنا أول الكلمة. أنت تتذكر؟ أول الكلمة يأتي له ذراع يتصل بالحرف الذي بعده. حرف الكاف في وسط الكلمة له ذراعين يتصل بالحرف الذي قبله والحرف الذي بعده. وسط آخر الكلمة يمكن أن يأتي له شكلين، يأتي متصل أو يمكن أن يكون منفصل. الآن ما هذه الصورة يا أطفال؟ إنه كتاب، إنه كتاب. ما الشكل الذي سوف أختاره؟ هيا فكروا. أحسنتم، سوف أختار شكل أول الكلمة، كتاب، كتاب. الصورة الثانية، ما هذه الصورة؟ إنها سمكة. ما الشكل الذي سوف أختاره يا أطفال؟ أحسنتم، سوف أختار شكل وسط الكلمة، وسط الكلمة، سمكة، سمكة. ما هذه الصورة؟ إنها كعك، كعك. أي شكل سوف أختار؟ أختار آخر الكلمة متصل، كعك. شكرا لكم أعزائي الأطفال، أتمنى أنكم استمتعتم بدرسنا اليوم. إلى اللقاء.